اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين. اول واحده فيهم هتكون جزء من الحلويات اللي بتطلع مع ذبح البقره، وخاصه هي النفوس. احنا حطينا هنا في لبن علشان تنزل كل ال لو في اي دم فيها او كده، هتنزل كل الدم بتاعها في اللبن، وبالتالي تبقى نظيفه خالص لما نيجي نطبخها. فبالنسبه اول حاجه هنعمل النفوس دي وهنعملها مقليه، وتاني حاجه عندنا موس الشوكولاته والكريز. نبتدي بمقادير الحلويات او النفوس المقليه. عندنا 1 كيلو منها، عندنا 1 لتر لبن هننقع فيه النفوس، عندنا 1 لتر مية مملحة، 1 كوب دقيق، وهنتبله بملح وفلفل وشطة وبابريكا، كركم، زنجبيل، ثوم بودرة، بصل بودرة، وحبهان بودرة، وعندنا 3 بيضات، وبعد كده 2 كوب بقسماط. هنتبله بملح وفلفل وشطة وبابريكا وكركم وجنزبيل وثوم بودرة وبصل بودرة وحبهان بودرة، وعندنا زيت للقلي. وللتقديم عندنا سبانخ بيوريه. اوكي، عندنا هنا على النار مية، هنشيل اسمها برضو سويت بريدز، هنشيل السويت بريدز او النفوس نحطها في المية المغلية، هنسويها نص سوا. أول المية ما تبتدي تغلي هناخد النفوس اللي هي مسلوقة نص سلق، وهنحطها بين حاجتين تكون تقال شوية. عايزين نبططها علشان يطلع شكلها مساوي لما نيجي نقليها، ما تبقاش حتة مدورة وحتة مكعبرة وكده، تبقى كلها مساوية وحلوة. هنسيبها لحد ما تبرد بين حاجتين تقال، وبعد كده هنبتدي نتبلها ونحطها في الدقيق والبيض والبقسماط. هنبتدي نحط التوابل كلها بالكميات اللي احنا بنحبها، ملهاش يعني مقادير محددة. هنحط البابريكا، ملح، فلفل، حبهان، جنزبيل، بصل بودرة، ثوم بودرة، ونقلبهم مع الدقيق. ده بيدي طعم حلو لأي حاجة بنتبلها، بنحطها في دقيق وبيض وبقسماط. دايما بحب أتبلهم علشان يضيف للطعم بتاعهم طعم حلو ولذيذ. ودلوقتي بنتبل البقسماط. وهنقلب برضو البقسماط بنفس الطريقة زي ما عملنا مع الدقيق. اوكي، دلوقتي السويت بريدز جاهزة. بنلاقي طبعا لونها اتغير على طول. وهي لسه سخنة بالشكل ده بنجيبها وبنحط عليها حاجة تكون تقيلة علشان نخليها تبقى مسطحة، وبنسيبها كده تقريبا لحد ما تبرد. طبعا دلوقتي انا
مش هسيبها، هتبلها على طول. فبعد ما تتبطت بسبب التقل اللي فوقها هناخدها ونحطها في الدقيق. وبعدين البيض، وبعدين البقسماط. وبكده هتكون جاهزة. بس زي ما احنا شايفين دي لسه مدورة شوية وطرية بالشكل ده. ده هيتغير لما نسيب التقل محطوط عليها حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة لحد ما تبرد خالص. شكلها هيفرق وهتبقى مسوية أكتر من كده. دلوقتي دول الجاهزين، سبناهم لحد ما اتبططوا، وبعد كده حطيناهم في الدقيق والبيض والبقسماط، ودلوقتي نقليهم مع بعض. هي اوريدي مسلوقه نص سوا، فمش هتاخد وقت كتير في الزيت. اول بس ما لونها يبتدي يتحمر ممكن نطلعها على طول. والنفوس دي عبارة عن غدة موجودة عند البقرة في الجزء القدام ده تحت الرقبة بشوية، في غدة موجودة في الجزء الأمامي ده، وهي دي اللي اسمها نفوس أو sweet breads. والحقيقة احنا هنا مش بنديها حقها قوي، ولكن في الخارج يعني دي من الأطباق اللي بتعتبر delicacy أو حاجة يعني نادرة، وأسعارها في المحلات بتبقى أسعار مش قليلة يعني، لأن بيعتبروها حاجة مخصوصة وحلوة وبيحبوا ياكلوها كوجبة كده لوحدها. نقلي الباقي وبعد كده نقدمهم مع بعض. لحد بقيت السويت بريدز أو الغدة ما تجهز هنبتدي نحضر طبق التقديم. هنحط السبانخ البيوري في النص، فضلها حاجة بسيطة وتجهز. أبتدي أرص دول لحد الباقي ما يجهز. ودلوقتي نطلع الجزء الثاني. بنرصه
ونجيب شوية ورد نديله لون حلو. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة. عملنا نفوس مقلية وقدمناها مع سبانخ بيوريه. رب الوصفة تكون عجبتكم، وأشوفكم بعد الفاصل نكمل مع بعض حلقة النهاردة. اهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي موس الشوكولاته والكراس. بالنسبه لموس الشوكولاته عندنا 200 جرام شوكولاته داكنه مذابه، 4 معالق كبيره زبده، 3 صفار بيض، 5 معلقه كبيره سكر، 1 كوب كريمه سايله، و1 كوب كريمه مخفوقه. بالنسبه لموس الكراس عندنا 1.5 معلقه كبيره ميه، متذوب معاها 1 معلقه صغيره جيلاتين، 1 كوب كريز بيوريه، 3 معالق كبيرة سكر، 1 كوب كريمة مخفوقة. ولو لون الكريز مش عجبنا قوي ممكن يبقى نزود لون طعم أحمر. وللتزيين عندنا 1/2 كوب كريمة مخفوقة وكريز. هنبتدي بأننا نحط الكريمة على النار. هنضرب الصفار والسكر، هحط الزبدة برضو على النار مع الكريمة، نضرب الصفار والسكر، وأول الكريمة ما تغلي والزبدة تسيح هنحط 1/2 الكريمة مع الصفار والسكر ونرجعهم تاني على النار. هنخليهم على النار لحد ما يوصلوا ل 85 درجة مئوية. بعد كده هنشيلهم من على النار ونضيف لهم الشوكولاتة، ولما تبرد شوية هنضيف الكريمة المخفوقة. اوكي كده خلاص بتغلي، هحط نصها. مع السكر والصفار ونرجعهم تاني على النار. قبل ما يغلوا وهم عند درجة 85 درجة مئوية هنشيلهم من على النار. وأحطهم في بول وعلى طول أحط معاهم الشوكولاتة المذابة. نقلبهم مع بعض. وأسيبها درجة الحرارة بتاعتها تهدى شوية لحد ما أعمل موس الكراز. هحط الكراز والسكر على النار. إحنا عندنا بيوريه. عايزين السكر يدوب تماما والكراز يغلي. علشان الانزيمات اللي فيه ما تفضلش موجودة علشان ما تأثرش على
الجيلاتين، لأن الفواكه فيها كتير منها فيها إنزيمات بتخلي الجيلاتين ما يشتغلش، وبالتالي لما نزود الجيلاتين عليها من غير ما نطبخها، من غير ما تتعرض لدرجة حرارة عالية، الجيلاتين مش هيشتغل وهتفضل سايلة. أوكي كده خلاص اتطبخت كويس، هضيف لها الجيلاتين. ونحط الموس في بول وهنسيبه برضو يبرد شوية قبل ما نضيف له الكريمة. دلوقتي موس الشوكولاتة ممكن نضيف له الكريمة. بنقلب بالراحة خالص. كده عندنا موس الشوكولاتة جاهز. وعايزين نقدم الموس الشوكولاتة مع الكريمة بطريقة مختلفة شوية. عايزين نحط كوباية بالشكل ده، هجيب ورق تسهل شوية علشان الكوباية ما تتحركش. هنحط ورق بالشكل ده وهجيب موس الشوكولاتة. احطه في بايبنج باك علشان اعرف احطه كويس. وبعدين بالراحة خالص هبتدي احطه في الكوباية وهي معوجة بالشكل ده، ونبتدي نملاها بالشكل ده. اوكي وهندخلها التلاجة زي ما هي كده لحد موس الشوكولاتة ما يجمد. هشيل دي واجيب اللي عملناها من قبل كده وحطينا فيها موس الشوكولاته. زي ما احنا شايفين الموس احنا حطيناه كده، وبعد ما دخل الثلاجه بالشكل ده بيطلع يبقى ده الشكل بتاعه. دلوقتي احط الكريمه مع خليط الكريز. أجيب بس ويسك نقلبها معاه. ودلوقتي أخد الكريز وابتدي احطه مع الشوكولاته. ونوصله لحد حافة الشوكولاتة.
بالشكل ده. وزي ما احنا شايفين الفوق الجزء اللي فوق لسه فيه رغاوي، كل الرغاوي دي هتروح وهيبقى كله باللون ده. وده بيكون شكله بعد ما بيطلع من التلاجة، بيبقى بالشكل ده. هنجيب كريمة وهنحط كريز من فوق للتزيين. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، عملنا فيها نفوس مقلية مع سبانخ بيوريه، وعملنا موس شوكولاتة وكرز وقدمناها بطريقة مختلفة، وإن شاء الله تعجبكم. وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.